التطور الشامل للمتعلم والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة ومحو الأمية الرقمية وثقافة الإنترنت والتفكير النقدي وقواعد الإنترنت والتعليم من أجل التعلم والقيادة التربوية كانت من أبرز الموضوعات التي تم طرحها في ورشات عمل ملتقى مهارات المعلمين 2019 تحت شعار عقول مرنة لعصر متغير في المملكة الأردنية. ورشات العمل اللي حضرناها بتعكس هذا العنوان، لأنه لما نفوت على الغرفة الصفية أو ننقل أثر التدريب للغرفة الصفية وأثر هذه الاستراتيجيات يجب أن نغير، لأن طالبنا اليوم في عالم سريع التغير، فلذلك يجب أن نغير في استراتيجياتنا ونغير في أساليبنا التربوية حتى نواكب هذا العصر ونواكب طالبنا. المهم جدا أنه نكون دائما مواكبين للطرق الجديدة، بس نفس الوقت ما نعتمد عليها. التكنولوجيا هي يعني جزء من الحل وليس الحل، هي أداة. دائما الفكر وزي ما بيحكوا المبدأ أنك تكون دائما عندك النية أنك تطلع على كل هاي التكنولوجيات الجديدة وتستفيد منها وتجهز الجيل المستقبل هو الشيء المهم عندنا. بهدف تزويد المعلمين في الوطن العربي بأحدث الاستراتيجيات وأساليب التعليم المبتكرة وتمكين المعلمين من خبراتهم التدريسية في الغرفة الصفية وتزويدهم بخبرات تعليمية مهنية من أجل الارتقاء بمعرفتهم حول التوجهات الناشئة والممارسات الأفضل في مجال التعليم، يتم تنظيم ملتقى المعلمين في كل عام. تحديات التعليم موجودة بكل صفوف العالم، لكن فلسطين لها خصوصية بوضعها السياسي ووضعها الاجتماعي. اليوم في هذا الملتقى اتعرفنا على استراتيجيات تدريس حديثة، شاركنا أفكارنا وتعرفنا على أفكار دول كثيرة في مجال التدريس وفي مجال التقويم وفي مجال تحفيز الطلاب من أجل التعلم حتى في مجالات التطور المهني وبناء البرامج التدريبية. الطلاب محتاجين أن يكون لديهم هذه العقول المرنة، يتعاملوا مع الصعوبات، المشاكل، الأمور اللي تمر عليهم. يستطيع الطالب أن يحل مشكلته بنفسه، يستطيع الطالب أن يعلم نفسه، يبحث بنفسه، يطور نفسه بذاته. يعني المعلم يكون كموجه للطالب، يقل دور المعلم في الصف. وبحلول العام 2019 بات المجتمع العالمي الذي يتصف بالتكنولوجيا السريعة بحاجة إلى تطوير مهارات المعلمين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قدرات الطلبة على مقاعد الدراسة. دول تبنت دعم المسيرة التعليمية في ظل التطور الهائل في عالم التكنولوجيا وإيمانا منها بأهمية العقول المرنة للطلبة ليكونوا اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات وتطورها. دام الكردي، قناة الغد، البحر الميت.